هو أستاذنا الدكتور سعيد جاسم الزبيدي. ستكون هنالك من 4 محاضرات منتدى الضاد العربي، محاضرة لغوية قرآنية بعنوان التأسيس المعجمي في كتب معاني القرآن، وهو موضوع شيق. وطالما تعودنا على أستاذنا الكبير أن يتحفنا دائما بموضوعات شيقة وقيمة، سعداء جدا أن يكون بيننا اليوم هذه القامة العلمية الكبيرة. سيكون في إدارة هذه المحاضرة اليوم معي الأستاذ الدكتور أحمد المنصوري من كلية الآداب، عفوا من جامعة البصرة، وسيكون في إدارة هذه المحاضرة. سعداء جدا بأن يكون بيننا أستاذنا الدكتور سعيد جاسم الزبيدي. أهلا وسهلا دكتورنا الفاضل. أترك الآن المنصة إلى زميلي الدكتور أحمد لإدارة محاضرة اليوم، فأهلا وسهلا بالأستاذين الكريمين. شكرا جزيلا يا دكتور وسام. شكرا جزيلا استاذتنا الفاضله دكتوره وسام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين. تحيه إجلال وإكرام لمنتدانا منتدى الضاد العربي المنضوي تحت لواء أكاديمية إثراء المعرفة، ولرئيس هذا المنتدى الأستاذ الدكتورة وسام الخالدي، لها مني كل التقدير والاحترام ومن كل الحاضرين. ومن الثناء أجزله، ومن الشكر أتمه، ومن العرفان أجله وأجمله، إلى أستاذ الأساتيذ وشيخ المتعلمين العالم العلم الذي لا يأتي العد على ابتكاراته العلمية ونكاته التحقيقية، ولا يكون للحصر مقمع في تحديد نشاطه وتخصصه. فكما عرف الزبيدي نحويا بارعا ومحققا ناجعا، عرف شاعرا مرهفا وناقدا بصيرا. ذاك هو الأستاذ الدكتور سعيد جاسم الزبيدي، عراقي الأصل والنشأة والموطن وعماني الإقامة، الذي طاف في ربوع جامعات عريقة عدة، من الموصل الحدباء إلى المستنصرية الشماء إلى الكوفة، ومنها إلى بابل، ثم صنعاء اليمن، وإلى قطر، ومنها إلى الأردن، ثم استقر به النوى في جامعة نزوة في سلطنة عمان. والدكتور سعيد الزبيدي غني عن التعريف والتقديم، ومثلي لا يقدم مثله، فأنا أقل من أن أكون حاضرا بين يديه إلا على سبيل التعلم والتلمذة. والدكتور سعيد الزبيدي قامة علمية باسقة، له من المؤلفات والمطبوعات ما يربو على 30 من المصنفات، ومن الأبحاث مثلها وأكثر، وما أكثر اللجان العلمية التي رأسها وعمل فيها. وهذه كثرة اللجان وكثرة وكبر الجهد العلمي ناتج من تطوافه في الجامعات متقدمة الذكر. وقد تتلمذ الزبيدي على يد أشهر عالمين علمين نحويين في عصرنا الحديث، الدكتور مهدي المزمي رحمه الله في الماجستير، والدكتور فاضل السامرائي أمد الله في عمره في الدكتوراه. وقد درس جهد الدكتور الزبيدي دراسات علمية أكاديمية توزعت بين جامعات متعددة في العراق، منها في ذيقار دراستان في الماجستير والدكتوراه، ومنها في كركوك أيضا في الماجستير، والآن في البصرة أتشرف بالإشراف على دراسة تناولت أثر الوظيفة اللغوية في توجيه الدلالة القرآنية عند الزبيدي، ومثلها أيضا دراسة في جامعة الطبطبائي في إيران. وهكذا هو الدكتور الزبيدي قامة علمية، له من الجهد والجهد كثير الكثير، وعليه سنكون الليلة
في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في رحاب التطواف بين يدي معاني كتب معاني القرآن التي عاش معها الزبيدي ردحا من الزمن، وأثرى وقفاته بنتاج علمي أمتعني كثيرا بقراءته ومفاحشته، وهو كتابه نظرات لغوية في كتب معاني القرآن، التي سنقف اليوم على نذر يسير من تلك الابتكارات والنكات اللغوية والعلمية التي وقف عليها الدكتور الزبيدي في تطوافه بين معاني النحاس والأخفش والفراء وقطرب وغيرهم من أصحاب معاني القرآن الكريم. وألمح الدكتور الزبيدي فيما وقفت عليه على عجالة في كتابه وسمعت منه في ندوة متقدمة إلى فرادة في بعض المواضع وإضافة لغوية جديدة عند أصحاب معاني القرآن، كما أشار إلى ذلك في التصنيف الصرفي والتأسيس المعجم الذي سيثري الدكتور الزبيدي ذلك متفضلا ومتكرما علينا من فيض علمه وسنى عطائه الثر. فأهلا وسهلا بأستاذ أساتيذنا الدكتور سعيد الزبيدي محاضرا ومعلما، ونحن إن شاء الله سنكون كلنا آذان واعية تعمى يقول وتسمع ما يتفضل به، فليتفضل مشكورا متفضلا متكرما علينا. شكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور أحمد المنصوري على هذا التقديم، وأشكر الجهة المنظمة لهذه المحاضرة، والفضل يعود له في هذه الصلة التي أتشرف بأن أكون محاضرا مع ثلة من العلماء وطلبة العلم. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. الحديث في المعجم لا بد أن يبدأ بذكر الخليل وكتاب العين. وأنتم تعلمون جيدا من الخليل الذي أذكر عبارتين في وصفه. العبارة الأولى افتح هذا العبارة الأولى قالها أبو الطيب اللغوي المتوفى في كتابه مراتب النحويين، إذ يقول عن الخليل إنه مفتاح العلوم ومصرفها. لاحظوا هذه العبارة الدقيقة، مفتاح العلوم ومصرفها. فإذا ابتكر الخليل كتاب العين على الرغم مما قيل في التشكيك فيه، ولا أريد أن أدخل في هذا الباب لأنني أشعر أن من السذاجة أن ننكر فضل الخليل في كتاب العين.
فضلا عن أنني بدأت بمشروع وهو التدقيق في النسخة المطبوعة من كتاب العين التي نهض بتحقيقها أستاذي الفاضلين فاضلان الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي رحمهم الله. فتنبهت على أن هناك كتبا معروفة جدا نقلت من العين، فحاولت أن أستقري تلك الكتب، وهي شرح الحماسة للمرزوقي، إذ وجدت قد نقل 121 نصا. مرة يقول قال صاحب العين، ومرة يقول وما إلى ذلك. وعبارة أستاذ المخزومي حين قال في كتابه عبقري من البصرة، هذه العبارة تغني كثيرا، فضلا عن دراسته الرائدة الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، وكانت لي مساهمات كثيرة في كتاب نظرات في كتاب العين متابعة تدقيقا والإشارة إلى المفقود من كثير من المواد في النسخة المطبوعة المحققة. أنا لا أود التفصيل في هذا الباب لأنصرف إلى موضوعنا التأسيس المعجمي في كتب معاني القرآن، ولكن لا بد من هذه المقدمة لأن كل من عمل في المعجمات العربية هو عيال على كتاب العين بغض النظر عن المواد التي حواها ذلك المعجم، وبغض النظر عن الطريقة التي عرض بها مفردات ذلك المعجم، إذ أننا نعرف أن هناك 4 طرائق في عرض مفردات المعجمات العربية، وهي طريقة مخارج الحروف في كتاب العين، وتبعها البارع لأبي علي القالي، وتبعها تهذيب اللغة للأزهري، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، وطريقة الفصل والباب وهي معروفة في أغلب المعجمات مثل لسان العرب وغيره أو القاموس المحيط، وطريقة القافية التي اتبعها صاحب الجوهري في الصحاح، والتقفية للبندنيجي، ثم الطريقة التي استقر عليها البناء المعجمي وهو الطريقة الهجائية التي بدأها ابن دريد في المجمهرة وعززها الزمخشري في أساس البلاغ. هذه نبذة عن المعجمات. نأتي مسألة ما عالجته كتب معاني القرآن 10 المطبوعة، وهي تترجح بين مجموعة وبين محققة. فالمجموع يعني ما جمع ولم تصل إلينا النسخة التي تركها المؤلف أو المخطوطة التي تحتوي على معاني القرآن، مثل معاني القرآن للكسائي جمع هذا الكتاب الدكتور عيسى شحاتة من زملائنا المصريين، ومعاني ثعلب، معاني القرآن لثعلب، وجمعها الزميل الكريم شاكر سبع من العراق، ومعاني ابن كيسان محمود صبري الجبة، ومعاني المبرد لأحد أخواننا في وهو أظنه الدكتور حسين الجبوري من جامعة، وأما المحقق من كتب معاني القرآن، وأنا أضم كتاب أبي عبيدة
مجاز القرآن أضمه إلى كتب معاني القرآن، وإن بعضهم يفرده أو يخصه بدراسة، لكنني أجد أن هذا هو من ضمن، لأن كلمة مجاز كما تعلمون ليس المصطلح البلاغي المعروف حتى نفرده، فهو الكتاب الأول في معاني القرآن. والكتاب الثاني كان للأخفش، والأخفش يعني معاني القرآن للأخفش حقق 4 مرات، هذه المعلومات للباحثين. التحقيق الأول لعبد الأمير الورد، وقد أشار إلى أنه سمع أن العلامة أحمد راتب النفاخ يعمل على تحقيقه، فاتصل به، والرجل إكراما للورد رحمه الله أخر نشر تحقيقه ولم ينشر إلى الآن، وقد سمعت أن نسخة ورثها ولده عبد الله، وننتظر ربما أن تطبع هذا التحقيق للنفاخ. التحقيق الثاني لفائز فارس في الكويت، التحقيق الثالث أو الرابع بعد النفاخ، وهو لهدى محمود قراعة، وهذه بالنسبة إلى كتاب الأخف. معاني القرآن الآخر وهو للفراء، وقد حققه محمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ويوسف نجات، وهو بحاجة إلى إعادة تحقيق، رغم أنه نشر معاني القرآن نشرات وليس تحقيقا، نشرات كثيرة. ثم كتاب معاني قطرب، ومعاني القطرب هو آخر ما وصل إلينا مطبوعا محققا من أحد الأخوة الجزائريين الدكتور محمد بلقزيز من جامعة محمد يخلون، وأيضا هذه النسخة ناقصة حقيقة، يعني المطبوع منها ناقص، هناك كثير من الصور سقطت أو لم تحويها النسخة المخطوطة. ثم معاني القرآن للزجاج، وفي تقديري أن هذا الكتاب هو أتم كتب معاني القرآن تحقيقا وطباعة لعبد الجليل عبد الشلب. وأخيرا كتاب معاني القرآن الكريم للنحاس، الذي صدر ب6 أجزاء إلى آخر سورة الفتح، فهو أيضا ناقص لحد الآن. هذه إلمامة بيبلوغرافية لكتب معاني القرآن. وقد صرفت وقتا كبيرا في تتبع هذه الكتب وقراءتها واستنطاق الجوانب اللغوية في كتاب الذي أشار إليه الدكتور المنصوري، وهو الآن في مراحله الأخيرة من الطبع في دار الشؤون الثقافية بالعراق مشكورة. وثم أقمت أكثر من محاضرة على كتب معاني القرآن، منها نحو النص أو آليات نحو النص في كتب معاني القرآن، إذ أنني أجد أن مصطلح نحو النص المعاصر قد جاءنا تطبيقا فعليا لكل مستويات اللغة، من المستوى الصوتي إلى المستوى الصرفي إلى المستوى المعجمي إلى المستوى التركيبي أو النحوي إلى المستوى الدلالي. فقد حقق علماء القدامى نحو النص في صورتين، الصورة الأولى في كتب معاني القرآن، والصورة الثانية في كتب شروح الشعر، يعني شروح الشعر سواء كان شروح المعلقات أو شروح الدواوين أو شروح الحماسة أو شروح ديوان المتنبي على وجه الخصوص مثلا، عالجت مصطلح نحو النص معالجة تطبيقية، وأدعو الباحثين
وطلبة الدراسات العليا أن يتوجهوا إلى هذين النوعين من المؤلفات، معاني القرآن وشروح الشريعة، لكي يحققوا هذا المصطلح نحو النص، وهو ما ندعو له وما نريد إشاعته في الدرس النحوي المعاصر في جامعاتنا في الأقل. آتي إلى الإضافات التي شكلتها كتب معاني القرآن في التأسيس المعجم، لعل ولها إضافة الاشتقاق، اشتقاق المفردات، وهذه ميزة كما تعلمون في المعجمات، حينما يأتي بالمفردة إما يأتي بالفعل ومشتقاته أو بالكلمة بجذرها اللغوي ثم يمنحها تشقيقا. مرات يذكرون بعض التصريفات للفعل وبعضها يترك باعتبار أن المشتقات قياسية أحيانا، إلا ما خرج على القياس يذكرونه. ولكن عناية كتب القرآن، هذه ظاهرة وجدتها، أنهم يوغلون في مسألة الاشتقاق حتى يستوفوها، يعني لا يكتفون بالتصريف الثلاثي للفعل أو يذكرون المصادر وليس مصدرا واحدا، وسأتي إلى المصادر بحقل أو بإشارة خاصة. فاستيفاء الاشتقاق بالنسبة إلى المفردات، والاشتقاق يتبعه التنوع الدلالي كما تعلمون، لأنه أحيانا أن الفعل قد يأتي بأكثر من صورة، بأكثر من جذر. على سبيل المثال طغى يأتي مصدره مرة طغيان ومرة يأتي طغوان، وقد ورد في القرآن الكريم ذلك وأنتم تعلمونه. فحينما تختلف بعض الاشتقاقات يشيرون إلى الفرق، وهذا إضافة معجمية دلالية مهمة. المسألة الثانية أو الإضافة الثانية، وهي تشمل أبواب الفعل، وأنتم تعلمون أننا في درس الصرفي وقفنا على أبواب الفعل الثلاث الست، لكنني وجدت في كتب معاني القرآن أن فعلا من الأفعال قد يرد بضبطين مختلفين من بابين مختلفين، وهذا عزوه إلى تداخل اللغات، إذ ينسبون مثلا أن حسب يحسب إلى لغة الحجاز، وحسب يحسب إلى لغة تميم، وقد وردت في القرآن يحسب، لكننا في الدرس الصرفي قرأنا يحسب، أي من الباب السادس، وهذا أيضا تشكل وكثير. يعني أنا رصدت في أبواب الفعل أكثر من 124 ضبطا لأفعال متعددة وردت في كتب معاني القرآن، وهذا ثراء حقيقة، ثراء لغوي وثراء معنوي. وأحيانا الدقة في نسبة هذا الفعل إلى لغة قبيلة ما موجودة، ولا سيما في كتاب معاني القرآن بقطره. فاتني أن أذكر أن عنوان كتاب معاني القرآن لقطرب هو معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه. نعم، هذه عبارة جميلة أضيفت إلى كتاب معاني القرآن للزجاج الذي قال معاني القرآن وإعرابه. هذه أيضا ينبغي أن نلحظ عنوانات هذه الكتب. الإضافة الثالثة، وهي ظاهرة لغوية لم يلتفت إليها القدماء وتشكل خرقا للمقولة الصرفية التي تقول كل زيادة في المبنى
تصحبها زيادة في المعنى، وهي ظاهرة فعل وأفعل بمعنى واحد، وهذا أيضا من تداخل اللغات. ووصلتنا من كتب فعل وأفعل 4 كتب، فعل وأفعل للأصمعي ومنشور في مجلة وليس كتابا مستقلا للغرباوي، وفعل فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني الذي حققه أستاذي المرحوم إبراهيم خليل العطية رحمة الله عليه. والكتاب الثالث فعلت وأفعلت للزجاج وقد حققه الأستاذ المرحوم رمضان عبد التواب بالاشتراك مع الزميل الكريم الأستاذ الدكتور صبيح التميمي. والكتاب الرابع وما جاء على فعل وأفعل للجواليقي، هذا أيضا فإذا ظاهرة فعل وأفعل تشكل معلما صرفيا جديدا مضافا يضاف إلى ما ربما تشير إليه بعض المعجمات في مواضع ليست قليل يعني ليست كثيرة، وأنا تابعت هذا في المعجمات العربية، لكنني وجدت حرصا عند مؤلفي كتب معاني القرآن في استيفاء هذه الظاهرة الصرفية التي تصحح هذه المقولة التي ذكرتها في مسألة الزيادة في المبنى تصحبها زيادة في المعنى، وهذه مسألة في غاية الأهمية أيضا. وقد أشرفت على رسالة عالجت هذه القضية بعنوان تداخل اللغات في الأبنية في أبنية الفعل الصرفية، وقد نوقشت في جامعة نسوة. الإضافة الرابعة، الإضافة المعجمية الرابعة من كتب معاني القرآن للمعجم. طبعا المعجم يذكر، وأنا عندي المعجم أيا كان، المعجم أيا كان هو منجم في اللغة في النحو في الصرف في كل علوم العربية، بدليل أن معجماتنا تشير إلى الجموع، ولا سيما أن الجموع تشكل ظاهرة كبيرة في هذا الباب، لأن الجموع تتعدد يعني بين جمعي السلامة وجموع التكسير. ولذلك وجدت الأستاذ المرحوم أحمد مختار عمر يفرد الباب يفرد الفصل السابع من كتابه قراءات دراسات في القرآن الكريم وقراءاته، ظاهرة تعدد الجموع في القرآن الكريم، وقد رصد أكثر من 57 مفردا لها جمعان فأكثر. وقد عثرت في كتب معاني القرآن، وسأشير إلى هذه النقطة المهمة، بعد أن تابعت المعجمات وجدت أن هناك جموعا لم ترد في المعجمات، وهي 4 جموع أشير إليها. الجمع الأول تجائر جمع تجارة، الجمع الثاني أخابير جمع أخبار، وجدت إشارة في القاموس المحيط، وأنتم تعلمون أن القاموس المحيط متأخر القرن التاسع الهجري، وأبابيت جمع أبيات، لم أجد هذا الجمع فيما تابعته في معجمات اللغة. ثم أراجيل جمع رجال، وهذا أيضا لم أجده. هذه أسوق هذا مثال، وإلا هناك جموع
متعددة للمفرد الواحد في كتب معاني أخرى، أنا أنصح بأن يكون بحثا مثلا للترقية أو رسالة ماجستير، أن تنهض بتعدد الجموع في كتب معاني القرآن وموازنة بما ورد في كتب اللغة أو كتب الجموع. الإضافة الأخرى أو الأخيرة ربما، لأنني سأفرد للمسائل الأخرى حيزا، المصادر. أيضا تتعدد المصادر مثل ما تعددت الجموع، ولفت نظري أن هناك مصادر لم ترد أيضا في المعجمات ولا في الدرس اللغوي أو الصرفي. وأضرب مثالا، نحن نعرف كره وكراهية، لكنني وجدت أن قطربا يضيف مصدرا جديدا عجيبا لهذا الفعل فيقول كراهين، أن المصدر من كره أن يكون موضوع المصادر في كتب معاني القرآن، ولا المصادر كما تعلمون درست كثيرا، ولعل دراسة سمية المنصور في الكويت المصادر في الشعر الجاهلي يعني حقيقة دراسة جادة وجميلة ومهمة وقد أفدنا منها في الدراسات العليا. إذن للمصادر أيضا، وأجد أن غنى كتب معاني القرآن في المصادر كثير جدا، يبدأ من مصدرين وينتهي بخمسة مصادر للفعل الواحد، وهذه ظاهرة جميلة جديدة مهمة جدا. أرجو أن أصحاب الدراسات العليا لتناول هذا الموضوع. هناك مآخذ الحقيقة على سواء كان على المعجمات أو على كتب معاني القرآن في المعجم، في التأسيس المعجم. على سبيل المثال هناك بعض المفردات اختلف في أصلها في جذرها اللغوي، منها أنا رصدت أربع مفردات وهي لفظ الجلالة، وأنا هنا أود أن أنبه للدارسين أن لفظ الجلالة ينبغي أن يخرج من هذا الإطار الصرفي، لأن مرة يقولون أصل الجذر اللغوي من أليها ومرة يقولون من ولها. أنا أقول أن لفظ الجلالة لا يبحث في أصله، بل هو اسم خاص لصاحب الجلالة ولعظمته، وهو الاسم المطلق لا يناقش هل هنا تعريفية أو من أصل لفظ الجلالة. أنا أرفض هذا البحث في لفظ الله صاحب الله لفظ الجلالة. هذه أرجو أن تنتبهوا إلينا، وهذا رأي خاص قد أكون مخطئا أو مصيبا به. ثم في لفظة القرآن إذا ذهبت إلى أي معجم ستجد أنه هل هو من قرأ لو من قرن لو من قروى، مصطلحا، لأن القرآن حتى ورد في القرآن الكريم إن علينا جمعه وقرآنه، يعني هنا قراءته، لكن القرآن اسم خاص للمصحف، هذا أيضا ينبغي أن يخرج من دائرة الصراع في الجذر اللغوي. ثم اللفظة الثالثة الملائكة، هي من ملأك لو من ألك لو من ما لا أدري، يعني أرجو أن هذا الخلاف الصرفي ألا يدخل في الدرس الصرفي التعليمي، لأننا قد ندرك نحن
الخلافات في الجذر اللغوي، ولكن الدارسين أو تعميل في إشكال، وقد يبحث وقد يسأل أسئلة قد لا يقتنع بها. ثم كثير من المفردات، التوراة أيضا اختلف في جذرها اللغوي. فأنا أقول أن قسما، لا أقول جميع، قسما من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم ينبغي أن تبعد عن هذه الخلافات الصرفية النحويين، بصريين كانوا أم كوفيين في هذا الباب، لكي نجنب طلبتنا مثل هذه الإشكالات التي تعرض لهم في الدرس الصرفي. وهذا أيضا من اختلاف لغات العرب، أو من أثر الخلاف بين البصريين والكوفيين، كما في لفظ أشياء مثلا. يعني أنتم تعلمون كيف دار الحديث في كلمة أشياء، سواء كان في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوي البصريين والكوفيين، أو في مجالس العلماء، أو في الدرس الصرفي نفسه، أن هذه مقلوبة، هل هي أفعال ولا أفعال. الآن في تقديري ليس من محاسن الدرس الصرفي، يعني هذه من المآخذ التي ينبغي أن نبتعد عنها ولا ندخل في تفصيلاتها إلا للدراسات العليا. نعم، يعني طلبة الماجستير والدكتوراه ممكن أن نناقش معهم مثل هذه الظواهر، ولكن في التعليم مثلا الثانوي أو الابتدائي أو حتى الجامعي، جامعية الأولية، أن لا نزج طلبتنا في مسائل قد تتعلق بعلم بفقه اللغة. البحث في أصول هذا بحث فقهي، يعني فقه لغة، وليس فقط في الدرس الصرفي. والمعجمات عكفت، يعني الخليل كما تعلمون عكف في بيان أصول كثير من المفردات، سواء كانت أسماء أو أفعال أو حتى أدوات. يعني مثلا عرض إلى لن أنها لن مركبة وليست بسيطة، وكثير كتب معاني القرآن أيضا وقعت في هذا المأزق في مسألة البحث عن الجذور واختلافاتها. ونحن نريد عربية ميسرة سهلة للمتعلم والمتكلم والمبدع أيضا، يعني ينبغي أن لا نخرج دوائر المتلقي الثلاثة، متعلما ومعلما ومبدعا. لازم نراعي هؤلاء، نراعي مستوياتهم، ونبعدهم مما يجرهم إلى أحيانا إلى خلاف لا طاقة وراءه. ليس لدينا معجم تاريخي للغة العربية، وسمعت منذ مدة ليست بعيدة أن إمارة الشارقة نشرت معجما سمته المعجم التاريخي للغة العربية، ولم أستطع لحتى الآن أن أطلع عليه. وأبلغني الزميل الكريم الدكتور خالد الجبر الذي يشرف على المعجم التاريخي للغة العربية في الدوحة، يقول نحن الآن نعكف على هذا المعجم الذي إن شاء الله. ماذا فعل هؤلاء في مسألة المعجم التاريخي؟ فأصول المفردات ونحن نعلم، وهذا الأمر كما يعلم الباحثون عالجه من درس اللغات السامية، يعني نورديكا وولفلسن ورمضان عبد التواب وكل الذين درسوا فقه اللغة أو اللغات السامية، أو ما سماها زميلنا المرحوم الدكتور قاصد الزيدي سماها اللغات الجذرية. إذن عربيتنا جزء من هذه اللغات. ويعكف الأستاذ الدكتور نائل حنون على
مشروع كبير أنجز منه 5 أجزاء لحد الآن، هو معجم اللغة الأكادية. وقد أخبرني شخصيا أن كثيرا من المفردات في عربيتنا الفصيحة أصلها أكادي، وهذا فتح في الدرس اللغوي. وهذا أرجو الدارسون من أن لغتنا هي فرع أو من شجرة تسمى اللغات الجزرية أو اللغات السامية، سميها ما شئت لا أدري، إنما لها أصولها. فيؤكد لي الدكتور نائل أن عربيتنا هي امتداد من اللغة الأكادية، وهذا أيضا مسألة. ولعل الكتاب الجميل الذي خلفه لنا الراحل طه باخر من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى بالدخيل، إذ أثبت كثيرا من المفردات التي عدت ليست عربية أنها من الأصل الأكدي أو من أصل اللغات العربية القديمة التي عني بها كثير من الباحثين العراقيين، ولا سيما أصحاب الدرس في الآثار. حقيقة هذا ما وددت أن أعرضه على مسامعكم من هذه النكت التي وجدتها، وهي لا تغني من الاطلاع على كتب معاني القرآن ليكتشف غيري ما يعني أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهي حقيقة ذخيرة كبيرة واسعة في الكتب العشر التي أدعو إلى استقرائها ونزاع جوانب الجدة فيها، نزاع متناقض بين هذه الكتب وكتب اللغة الأخرى التي تمثلها المعجمات. فمثلما أن المعجم كما قلت منجم، كذلك أجد أن كتب معاني القرآن مناجم أخرى يستطيع أنا أعني بالباحث طلبة الدراسات العليا أولا، طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه ممن يريدون أن يعثروا على عنوان لدراساتهم أن يتوجهوا هذا، مع إضافة ربما جديدة بأن تدرس على وفق منهج حديث من مناهج الدرس اللغوي لكي ولا سيما معاني القرآن والدرس اللغوي الحديث الذي أفدنا من مناهجه التي جاءتنا من الغرب، مثل نحو النص أو الدراسات البنيوية أو الدراسات التحويلية أو التوليدية أو كثير من المناهج الغربية التي يمكن أن ننتزع منها ما يناسب لغتنا. أرجو أن لا نقع في مطب التطبيق الحرفي، أننا نأخذ من مناهج الغرب بما تتسع له العربية وبما يكشف عن جماليات لغتنا ويكشف عن أصالتها ويكشف عن جوانب الإبداع فيها. هذه مسألة مهمة جدا لمن يتصدى لربط التراث بالمعاصرة، أن لا يطبق المناهج الغربية تطبيقا حرفيا، بل يأخذ منها ما تتسع كما قلت له العربية ويكشف عن مكنوناتها وعن جمالياتها وعن مواطن الإبداع بها، لكي يصل إلى الحقيقة الكبرى وهو السر الإلهي الذي جعل الله سبحانه وتعالى أن يختار العربية لغة تنزيله. هذه مسألة في غاية الأهمية تقودك إلى الإيمان
بالإعجاز القرآني، ومن أن العربية تتسع لهذا الإعجاز، وقد ارتقى بها القرآن الكريم، وقد بين أصحاب كتب معاني القرآن هذه الجوانب الجميلة التي عنيت أحيانا بالأساليب. هنا جانب أيضا لم يدرس بعد في كتب معاني القرآن، وهي الأساليب، أساليب العربية أو الحقول الدلالية في كتب معاني القرآن. هذه أيضا موضوعات ممكن أن يستثمرها طلبة الدراسات العليا أو الأساتذة الزملائي الذين يشرفون على طلبتهم، أرجو أن يوجهوا طلابهم إلى مثل هذه الموضوعات التي تتعلق بالقرآن الذي لا تنقضي عجائبه إلى يوم الدين. هذا الحقيقة ما وددت أن أقوله على إيجاز أو عجالة، لأنني لا أريد أن أثقل عليكم وأنتظر منكم مداخلاتكم وأسئلتكم لكي نثري هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر الجهة المنظمة ولا سيما الأستاذ الدكتور أحمد المنصوري وابنتي العزيزة الدكتورة وسام الخالدي، أشكرهما وأشكر جميع الذين دخلوا واستمعوا إلى هذه المداخلة اليسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عالما علما أستاذنا الفاضل المكرم، جزا الله خير الجزاء. الشكر الجزيل والثناء الجميل لأستاذنا وشيخنا ومعلمنا الأستاذ الدكتور سعيد الزبيدي على هذه اللقائق والهدايا الثمينة التي أتحفنا بها في هذه الليلة المباركة، وهو يجول بين كتب معاني القرآن، يقطف ثمرة من هنا ويقطف أخرى من هناك، فله منا كل الثناء والتقدير والاحترام. والآن نفتح باب المداخلات لنستمع إلى الأخوة الحضور الذين ربما لديهم بعض المداخلات أو التساؤلات.